له أحشاء شرعة حيدر تبكي بدمع وقلب مكمدين انصب الماتمات قلل يا فجيعة للي قضى مذبوح على صدر رضيعة لو للإمام اللي نشر مذهب الشيعة جعفر من المنصور قاسك البلية ما تنحصى يا ابني مصايبنا بتعداد الله يا مسجون ابتلت شبان وأولاد بالأمس خي ضرمية بجسر بغداد بين الملأ جنازته ظلت رمية أنا مدريش جنيت في دهركم يا أهل البيت حتى رماكم بالبلا ويدي تشتيت وشلك عليهم يا دهر حتى استوفيت مدريش جنى وياك حتى ما خدق ضه أويلي وما من أرض إلا أليهم فيها أرموس لكن أكو بلد غير بلد ومنهم جماعة بكربلا دفنوا بلاروس وعظم مصيبة مصيبة المسموم في طوس يا نازحا في طوس حي الله محية وانت بعد يا ابو يوسف ملا عطية ماذا تقول على لسان ام المصائب ام الحسن صاحبة السواد ناصبة العزاء قال بكل بلدة وكل وادي من أولادي بدر غاب ذاب قلبي من مصاه عيبهم من الراس شاب كل صباح وكل مسية ينفقد مني ولد شردوهم بالفيافي ولا يآوون ببلد خاليا منهم مناه زلهم ولا منهم أحد بس حرم وأطفال ما أدهوشين من عظم لمصة وسمحوا لنا السادة خلنا نعدل كيف مضاوا وأين أودعوا وأي حفرة ضمتهم بعض راحوا بالمباني وبعض راحوا بالسجون والقضوا بالسم غيلة يا خلق ما ينحصه أول أول والذي بالبر هاماو للوطن ما يرجعوا والذي ذبحوا تضل أجسادهم فوق الترى بعد يا زهرة بعض عندي بالمدينة وبعضها مو بالبرور بعض حصل لهم موارا وبعض ما حصل وقبو وكم جسد بالطف عاري وراس بخطي
يدور، وكم طفل مرمي بكتر حسين دامي، وكم مشى ومن فعل بغداد ذابت مهجتي وقلب انكسار، مهجتي باب الحوايج ضرمي على الجسر، والمصيبة اللي دهتني طوس مخسوف البدر، عنه بعيد العشيرة أو ميت ببلدة تجنى، واصبح الطوس بزلازل والخليك كلها بعويل، لجل ابو محمد تزلزل يا خلق عرش الجليل، والاعلام السود منشوره ومدامحهم تسيل، اهتزت السبع العليه وبالعرش صار انقلب، وويله قام شبليغه، لازم نروح لكربلاء، وقام شبله يغسله والدمع من عينه هما، مدد على المغتسل والماي جاه من السماء، روح روح كربلاء سيد، وبالطفوف حسين جده تغسل الفيض، يا ويلي ابكي على اولادي قضوا بالسيف والسيف، وابكي على ابوهم قتيل الابن ملجا، وان كان بالله تسالوا ونياه اعضاء أعظم علي لون الناعي، أبكي على أولادي ذبايح يوم عاشور، وأنا نصبت الماتم إلهم وسط القبور، ونسيت ضلع اللي بصير الباب مكسور، لكن كل المصايب هونتها مصيبة حسين، إلا دهري رماني بالبلاء آية، وكل غالي فرق أولادي عن يميني وعن شمالي، ولا شوف ساعة فارغ من النوح، لكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عليه توكلت وإليه أنيب، وعلى ظالم آل بيت محمد صلى الله عليه وسلم، على ظالميهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام يقول اتقوا الله وعليكم بالطاعة لأئمتكم قولوا ما يقولون واصمتوا عما صمتوا
فإنكم في سلطان من قال الله تعالى وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، يعني بذلك والولد العباس فاتقوا الله فإنكم في هدنة، وصلوا في عشائرهم واشهدوا جنائزهم وأدوا الأمانة لهم. رغم أن الناس آنذاك كانوا في حالة استبشار، حيث أنهم رأوا أن بوادر انهيار وانقضاض وتلاشي ملك بني أمية لاحت في الأفق، وباعتبار أن بني أمية قاموا بكثير من الأفعال التي لم تبقي في قلب أكثر المسلمين ولا ذرة من تعاطف لهم، أيضا هم أفلسوا من حيث جميع الأمور، وظفوا دعاة السوء، وظفوا الفتوى، وظفوا الحديث، وظفوا الآيات، وظفوا أشاعوا مبدأ الجبر، يعني أن الإنسان مجبور لازم يقبل وما يجوز يطلع وما يجوز، هذا كله أشاعوا، لكن وجدوا أن هذا أيضا ما قاعد يستفيد. يقابله انتشار صيت أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، واشياع وذياع صيت الإمام الصادق عليه السلام، حتى أنه أبو حنيفة يدخل عليه يقول ما رأيت أفقه من جعفر بن محمد، مالك بن أنس صاحب المذهب المالكي يقول يدخل على جميع. يقول ما رأيت، ما عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر في العلم كجعفر بن محمد عليه السلام. يقول وإني لكنت أدخل عليه فلا أراه إلا في ثلاث حالات، إما مصل وإما صائم وإما يقرأ القرآن. أقول كان هدي هذا كله، والناس مستبشرة من حيث هذا الأمر على أن البديل اللي رايح يجي هما ما يطمعون فيه، يطمعوا على أن يأتي حكم يناغم الإسلام والدين، يحمل العطف، يحمل العدل، يحمل يذكرهم برسول الله صلى الله عليه وآله، وما كان أحد أولى من جعفر بن محمد صلوات الله وأهل البيت. لكن لا، جعفر بن محمد له نظرة أخرى، لأنه الفاحص العارف كان ينأى بنفسه تماما، وكان يركز في نشر العلم والهدي وتقويم الناس. يعني شنو؟ يعني مو مهتم، لا لا لا، هو في عين الاهتمام، ولكن معرفته فرق بين اللي يعرف الواقع واللي ما يعرف الواقع. إذا الإنسان لا يعرف الواقع له في أي منزلة هم يستغرب، بعد أكثر من نبي الله موسى، أخرقتها لتغرق أهلها، قال قتلت نفسا زكية لو شئت لاتخذت عليه. ليه؟ لأن ما يدري الواقع، الحكم الواقعي الفارق بين الأئمة وبين غيرهم. إحنا نعمل بالظاهر،
الإمام، وهذا اللي يخلينا أحيانا لا نستطيع أن نستوعب الإمام الحسن مهما فرضنا في قلة، في قلة قلة من الأنصار، لكن أنصاره كانوا أكثر من الإمام الحسين، ومع ذلك يصالح، والحسين في نفر قليل، ومع لا أعطيكم بيدي إعطاء ولا أقر إقرار العبيد، هيهات من الذل، يأبى الله. من يقدر أحيانا من يقدر نستوعب، لكن الله كلف، الله نصبهم وأطلع. زين، هذا الفارق. الإمام يقول لا، لا يغرونكم، يقولنا لا يغرونكم، يقول حتى يوم الأيام أبو فضل بن يسار قاعد وكذا وبعض أصحابه وقعدوا، وسيما لما جاءت رسالة أبو سلمة الخلال والإمام جاء قال لا لا لا، ليس من ما أنا وأبو سلمة الخلال، روح له. وبعدين ظلوا الساسة يعني فيما بينهم، ليش ايش عند الإمام، ليش ما ينتهزها فرصة، ليش ما الإمام يتحرك، ليش ما الإمام ومن أعدل منه ومن أعرف منه ومن أولى منه. فيقول لهم لا لا، يعرف هناك أمور تحاك. يجي لعمه، لما جت رسالة أبو مسلم إلى الإمام وإمام رفض وكذا، لأن هذا كتب مسعود، يقول كتب إلى 3 من أشراف بني هاشم، إلى جعفر بن محمد وإلى عبد الله بن الحسن وإلى عمرو الشريف ابن الإمام زين العابدين. قال لكن تبدأ بجعفر ابن محمد، إذا جعفر ابن محمد جاوب ابطل الكتابين، إذا لا ما جاوب روح إلى عبد الله بن الحسن، فإن جاوب كتاب عمرو الشريف هذا ابن الإمام زين العابدين تركه خليه. طبعا هذا راح طلع من عنده راحله، صار الصبح، إجا عبد الله ابن الحسن مستعجل، ضرب الباب على الإمام الصادق عليه علامات فرح، قال يا عم لا أرى ألا أن قد جاء بك شيء عظيم. الإمام يدري لكن بس يقول لا شوف يعني جاي منك شيء. قال والله وإنه لأجل من أن يوصف. قال لا هذا مو مسائب، هذا ما يتكلموا فيه. قال هذه رسالة أبي مسلم لي من شيعتنا في خراسان يبايعوني. قال شيعتك في خراسان؟ شيعتك أنت؟ قال بلى. قال أنت يعني أرسلت أبا مسلم لهم الخراساني؟ قال لا. قال أنت أمرتهم بلبس السوار، وليش ليش ليش بني العباس، شوف هذا إحدى الحيل التي ما انطوت على الإمام، ما تنطوي عليه، يعرف الأمور تماما. أمرتهم ها؟ أنت تعرف أحدا منهم؟ قال لا أراك إلا تحسنين. قال أنا أخذت على نفسي المناصحة لكل مسلم، وأنت أولى الناس. شنو هذا؟ شنو تقول؟ تسشي ما تعرفه ما تدري عنه تقول على أنه. ثم أخذ دخل إياه في موضوع آخر أن ولده محمد هو المهدي كذا، كل هذا كل هذا، حتى قال اعلم إنني لدي كتابين، كتاب يحصي الأنبياء وكتاب يحصي الملوك، وليس لولدك فيها اسم. ما عنده هذا، عنده حال علم آخر، أنت أولى من عالم. يقول لا سمعت سمعت أشوف ليش هسه الأمة فعلا الأمة ضاجت من أفعال بني أمية كذا كذا، تحركت من وين الحركة وشلون جاءت إلى بني العباس. أكو ترى في نحن هنا ترى بني العباس ما كانوا في وارد خلافة ولا كانوا يمنون أنفسهم، لأن أمهم نفيلة أو فتيلة، أم العباس هذه كانت مولاه، أما عند عبد المطلب، بس المرأة مزيونة جميلة كذا هذا، فأخذ استأذن
زوجته اللي هي أم الزبير أم الفديغق زين، قال له أذنت له لكن على شرط الولد اللي تجيبه يكون ملك يمين لأولاد لي ولأولادي. لما جابت العباس وصار إلهم أراد الزبير، الزبير بن عبد المطلب أكبر أولاده كان رجل معروف، أراد أن يبيعه، مشى عبد المطلب بأشراف قريش إلى قال له أخوك شلون تبيعه كذا، فتصالحوا أن ما يبيع بشرط أن لا يتصدروا مجلسا هم فيه، وأن لا يتقدموا حربا هم فيها، وأن لا يعقدوا لواء لهم مال، يعني درجة ثانية. دول ما كانوا يمنون روحهم، لكن شلون اللي صار؟ أصل الحركة كان هشام ابن عبد الملك يتوجس من أبي هاشم. أبو هاشم منه؟ أبو هاشم من الرجالات والمعروفين، ابن محمد ابن الحنفية ابن علي ابن أبي طالب، هذا اللي خذوه من عند الكيسانية وغيرهم خذوه زين. فقام هشام يحذر منه، بل خطط لاغتياله، خطط لاغتياله، فخشي أبو هاشم من أن يغتاله والأمور ما خمرت، فأوصى في سنة 99 من الهجرة إلى محمد ابن علي ابن عبد الله ابن العباس. هذا محمد يعني أبوك يا أبو جعفر المنصور، أبوك ها يا إبراهيم الإمام، أبوك يا السفاح أبو العباس سفاح أبوهم. ومن ذلك الوقت اتحركت الأمور، منوا أنفسهم بالخلافة واستغلوا هذا الجانب، وبدأوا بوين؟ بدأوا يرسلون الدعاة إلى خراسان أمر وغيره، حتى كثير منهم خذوهم شنقوهم كذا كذا زين. في سنة 125 من الهجرة توفي محمد ابن علي ابن عبد الله ابن العباس، خلف 3 أولاد اللي هم إبراهيم الإمام وأبو جعفر المنصور والسفاح. كان إبراهيم أظهرهم، كان خطيب، كان محنك، كان يفهم، كان يغدق ويعطي، وهو الذي بث الدعوة وبعث الدعاة هناك في خراسان، وكان من أبرزهم، أبرز الدعاة أبو مسلم الخراساني اسمه عبد الرحمن أبو مسلم الخراساني، وكان فطن حذق يتقن رواية الشعر ويحسن التكلم بالعربية كما يحسن التكلم بالفارسية. وهذا إبراهيم الإمام اشترط عليه، خلاه وبعث له رسالة وولاه، وكثير من عندهم زعلوا شلون تخلي، كم عمره؟ عمره 19 سنة وكان فتاك، ما يبالي يقتل، ما يبالي. شوف شوف شقد هالتاريخ هذا، وهذا اللي يخلي الإمام يقول له أنت مو من رجالي، أنت مو من زماني، مثل هالشخصيات ما تعوم في بحر جعفر بن محمد زين. بس اشترط عليه إبراهيم الإمام أنه ما يتصل بأحد إلا بسليمان بن كثير بس، هذا إذا عنده مشاورة، إذا عنده شيء، إذا هذا. وبن العباس اتخذوا شيئين، 3 أشياء استغلوها. أولا أنهم أعلنوا أن الدعوة للرضا من آل محمد، وأنها لإعادة الحكم لأهل البيت المظلومين، وليس ولم يظهروا لأنفسهم شيء، ما ظهروا لأنفسهم شيء. ثانيا استغلوا استغلال آخر
أنهم لم يكشفوا عن القائد والإمام ذاك وقالوا لا يحسن حتى تضع الأمور صوغ هذا بعدين نخلي منه، كان لهم غرض لأنهم ما يريدون من البداية أن يدخلوا في منافسة مع العلويين وغيرهم، خلوا يكشفون الأمور شلون صارت بعدين. وأيضا اتخذوا من السواد لباسا، سواد لباس لشيء لإظهار المظلومية وإظهار الحزن على أهل البيت وما نزل بهم من الفاجعة سيما في يوم كربلاء. شوف شو الحدلقة اللي سووها، الصادق ملتفت، كل هذا ملتفت أصلا، لكن الناس مين ملتفت. لإذكاء لزيادة ذلك قام إبراهيم الإمام، ما كان أصلا بروز إلى أبو العباس السفاح ولا، بل أبو مسلم الخراساني كان يزدري المنصور ويحقره، ولهذا التالي انتقم منه، انتقم أول ما وصل إلى الحكم سنة 136 أبو جعفر المنصور، أول شخصية صفاها أبو مسلم الخراساني، ثم من بعد عمه عبد الله بن علي أخو محمد بن علي صفاه. شلون صار؟ خلي شوف زين. فما كان يمن روحه، رسل إليه لواء، لواء حتى يقال لواء طويل 13 ذراع، وسموه الظل والسحاب. السحاب يعني الذي يغطي الدنيا، والظل الذي يلجأ إليه، وهو الإمام الذي يلجأ إليه الناس. شوف. وبعدين هذا الإمام إبراهيم ما عاجله، راح في سنة، شوف سياستهم، في سنة 128 بعث إبراهيم الإمام وصية إلى أبو مسلم الخراساني وصغير، قال له شوف إذا أنت من يا عبد الرحمن، أنت منا أهل البيت وأنت فيهم زين، قل لأنظر في هذا الحي من اليمن فاجعلهم، صرف بين ظهرانيك وخلهم إياك، دولة ترى يفيدونك تمام، وانظر إلى الحي من ربيعة، دولين ترى دول أعدائك اتهمهم تماما، وانظر إلى الحي من مضر فإنهم عدوك القريب. قال له وإذا كل ما تتوجس من أحد شيء قتله، بل إن استطعت ألا تترك أحدا يتكلم العربية إلا قتلت فافعل. ولذا يأتون إلى الولد إذا بلغ طول 5 أشبار يقتله. فقتل أبو مسلم الخراساني دون الحرب، نفوس بريئة، هذا اللي الإمام ما يقبله، ليش مثل هالنفوس المتلوثة، ها قتل 600,000 نسمة، تصور شوف يعني دون الحرب 600,000 نسمة دون الحرب. تبغى هذا يجيب كتاب للإمام؟ الله أعلم ما الذي دفعه، ما الذي غير، ما الذي بدل؟ اثنينهم جابوا أبو مسلم، ها خلاله هذا، لاحظ اثنينهم، قال له إذا استطعت أن لا تدع أحدا ممن يتكلم العربية إلا فاقتله. يقول لك يبلغ الغلام 5 أشبار 6 خلاص يقتله يقتله. وكان حذر، وملك الناس عنده لباقة وعنده قدرة على الكلام وعنده رواية تشعر وعنده، ولهذا بعد ذلك دان له أهل مرو وبلخ كلهم أجول بالرايات السود، وفعلا إجا حتى دخل إلى الكوفة أقام دولة بني العباس سنة 132. لكن كان الإمام مات إبراهيم الإمام، وكان يكره أبو جعفر المنصور تماما، ولهذا كتب إلى الإمام، كتب إلى الإمام وأعطى واحد الرسالة، قال له روح له وكتبه، لقد أظهرت الكلمة ودعوت الناس عن ملك بني أمية إلى ملك أهل البيت، فإن قبلت فلا مزيد عليك.
إجا الإمام طرد الرأس، قال له روح روح ارسل، قال له مالي شغل. أبو سلم الخلال قال لا، قال له ما أنا ليس هو من زين مهو من رجالي ولا ذا. ثم قال وين الجواب؟ قال له خلى على الموقف، لكن هذا محمد هذا عبد الله بن الحسن مسكين ما يدري، إجا أنا جايتني وكذا وبايعونا. قال له وين أنت؟ ثم أراد بني العباس أن يستبطنوا الأمور يشوفوها شلون 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 الأمور، فدعوا إلى مؤتمر الأبواء، اجتمعوا في الأبواء. من اللي اجتمع في الأبواء؟ الكبار من بني عباس والكبار من أولى الحسن والكبار هذا زين. فكان فيهم الإمام إبراهيم الإمام، كان فيهم أبو العباس السفاح، كان فيهم أبو جعفر المنصور، وكان فيهم صالح بن علي بن عمهم، وهذا كان متكلم صالح بن علي زين. اجتمعوا وفيهم عبد الله بن الحسن وولداه إبراهيم ومحمد ذو النفس الزكية. قام صالح بن علي خطيب قال إن الله قد جمعكم في هذا المكان وإن عيون الناس لكم، فاختاروا لكم إمام تعطوه القيادة من أنفسكم وتدعون إليه. ما خلاه عبد الله ابن الحسن يكمل كلامه، قام قائم سوى فبايع ولده وقال هذا ولدي محمد ابن عبد الله ابن الحسن وهو مهدي هذه الأمة، نهديها بايعوا قلبه. صفقوا. قام أبو جعفر المنصور قال بلى وإن الناس لا أظنهم يبغون هذا الفتى فلا تغشوا أنفسكم، وقام أبايع بعد بايعوه. لما خلصت الطبخة وكذا بعثوا إلى أبي عبد الله، لأن بني العباس ما كان ودهم يجي أبو جعفر أبو عبد الله لو حاضر أبو ما يصير الأم كلمة بعد ما يصير الأم كلمة. لا عبد الله بن الحسن يقول يعني ولدي أفضل، لا أبدا ما يمكن أن يكون زين. هم بني العباس يقولون لا لا ما يمكن أبدا. ولهذا بعدين قال ما جمعكم؟ قالوا جئنا وبايعنا إماما. ومن بايعتم؟ قالوا بايعنا محمد. فالتفت الإمام، الإمام التفت إلى عبد الله قال بايعوا ابنك ترى ماتتم، وإن أبو القباء الأصفر هو له الأمر ويقتل ولديك. قال إنك لتحسدني. قال لي يا عم أنا ما حسدك، أنا أنصحك لله، ترى هذا الأمر. ولهذا يقول عبد العزيز والله ما تمت الأمور إلا ورأيت أبو جعفر المنصور قتل محمد رسمنه طلع إليه، طلع لث واحد منه من أبناء عمه عيسى بن موسى ورفض. قال لي شلون أروح لهذا ابن عمي وأقاتله؟ قال لي إن لم تخرج أخرج أنا. بيقول أطلع أنت؟ ما يقدر يقول أطلع أنت. ها لما طلع قال أيهما قتل فهو أسر لقلبي، هذا لو هذا، يقول إن قتل هذا لو قتل هذا وخلاص ما عنده بشيء يعني، ما كان يعني خلي يقاتلون يخلص من الجميع. لاحظ وقت وحبسه. ولهذا أبو جعفر المنصور في سنة 136 تولى الخلافة، أو وكان معروف بخداعه بجرأته بجرأته في سفك الدماء بلا تردد. ولهذا يقول أبو هبيرة في مزامننا ما رأيت أحدا أجرأ ولا أحذق ولا أخدع من أبي جعفر المنصور، وقد كان يقظا. أقل شيء كل شيء ما تبر حركة، شو تكثير بعض الناس مثلا يمر شيء ما يلتفت له، لا لا هذا أي شيء. ولهذا مجرد وصل للحكم إيش سوى؟ بدأ يجرد أبو مسلم الخراساني من مناصبه، ثم خدعه أن يأتي إليه لأنه أحوج به وجوده هنا أفضل. مجرد جدخل عليه بس توا دخل عليه فأسمعه كلاما غليظا، ثم أخذ يعدد عليه المواقف اللي كنت تحتقرني فيها وأنا ما نشي عندك
وهو يعتذر، ثم صفق بيديه فدخل حمالة السيف. دخلوا برزنهم، فالتفت إلى قال استبقني لأعدائك، خلني أنا أفيدك، خلني. قال وهل هناك أعداء من أعداء في أعداء منك لي؟ فأنت أعداء أعدائي. وضرب عنق. سوى بعدها بعث على عمه عبد الله ابن علي أخو محمد ابن علي، محمد أبوهم، أبو السفاح، أبو إبراهيم الإمام، أبو جعفر المنصور، عمهم عبد الله ابن علي، وكان مو هالقد مو راضي لأنه ما عاطينا شيء، استحي لو جابه فقتله أيضا. وجعفر ابن محمد شلون يغفله عن جعفر ابن محمد وهو يعرف مكانته؟ بدأ إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول أراد يستحوذ الإمام، ممكن يستطيع شكله، يضعه جزء من ها من علماء السلطان، شد درس اللي قال لماذا لا تغشانا؟ قال له ولم أغشاك، لا أحسبك في نعمة فأهنئك عليها، ها ولا أتحسبها يعني نقمة فأعزيك موصفة وأعزيك فيها. قال له لا تنصحنا. قال له من أراد الدنيا لا يصحبك، ومن أراد الآخرة تثقل عليك ما تقدر. يقول أبو جعفر المنصور، يقول والله لقد ميز لي الرجال من ذاك اليوم، ترى أنا بديت أعرف الرجال منه مالها للدنيا، واللي أشوفه مقبل واللي أشوفه جاي ترى أدري هذا أهل الدنيا، واللي أشوفه مبعد لا 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 هذا من أهل الآخر. زين، ثم أخذ رسل عليه أحيانا بصورة أو بأخرى وفرش فراش، ودعا أولاده محمد والمهدي، قال لهم تعالوا قعدوا. قال يا أبا عبد الله حدثني حديثا من رسول الله صلى الله عليه وآله في صلة الرحم. الإمام يدري دولة شنو اللي يخوفهم، دولة الدنيا عندهم كل شيء، يخوفهم الموت، الموت يخوفهم. زين، أخذ الإمام من هذا. قال أبي عن جدي عن رسول الله أنه ليكون عمر المرء 3 سنوات فيصل رحمه، هذا يريد يحمي رحمه فيصير 30 سنة. قال هذا حسن، ولكن ما هذا أردت. قال سمعت أبي عن يقول كذا، إن صليت هذه تعمر تطيل العمر وتعمر الديار الأعمار وتعمر الديار. قال حسن، لكن ما هذا أردت؟ قال سمعت أبي عن أبي يقول إن صلة الرحم بأشياء مهم. وهذا اللي يبغى، هذا هو يريد، تهون الحساب وتقي مصارع أو موتة. قال هذا أردت، أسمعت يا مهدي؟ يعني قام بعث الجواسيس وكذا. وهذا حتى يقول أحدهم مهاجر ابن عمار الخزاعي، يقول أنا بعثني عطاني فلوس أبو جعفر المنصور وقال لي تروح المدينة وتظاهر أنك رجل مؤمن صالح كذا، وشوف الفقراء، ودولة ترى بني هاشم الآن ما عندهم أعطية، فقراء كذا كذا بني الحسن. وفعلا يقول أنا أخذت مكان من المسجد وأقعد ونشرت الفلوس اللي تعطي، حتى توصلت إليهم كلهم وأعرف أخبارهم وكذا. يقول وكان إذا لقيني جعفر بن محمد ألان لي الكلام وقربني منه. لا شوف الإمام على حذر، إمام على حذر. يقول فلما أردت أن أرجع، خلاص انقضى الغرض، الفلوس وزعناها والأخبار أخذناها وعرفنا أمورهم ومنه اللي في راسه شنشنة ومنه عشان لابد نجي نستفيد من أبو جعفر المنصور. يقول فدخلت على جعفر فقال لي يا مهاجر، ها ما حد يدري اسمي مهاجر، ما حد يدري، ما معرف الناس أنا أن اسمي مهاجر، ما معرف الناس. قال يا مهاجر إذا رجعت لصاحبك فقل له
ما كان ينبغي له أن يعمل هذا العمل ليسمع من أحد بني عم كلمة فيقتله، كان أولى به أن يصلهم ولا يغريهم. إذا يريد الدنيا تلوم إلى، وإذا يريد تبقى إلى، زين خلي هكذا يعمل. فعلا راح إلى، دخل على أبو جعفر المنصور، قال له جئتك من ساحر. منه؟ قال له من جعفر. قال والله لقد أخبرني بما أنا كنت عليه وناداني باسمي. قال بلى، هذا من الذين ورثوا الكتاب، ولكن لا تحدث أحدا بهذا، وأولى أن أصلهم. كان يحميهم، روحي له الفداء، ها يحميهم يحميهم. هو أراد نصيحته لعبد الله يعني الحسن بهذا المعنى. زين، ثم حتى يوم من الأيام أبو جعفر المنصور طالع في موكب وفرض على الإمام أن يكون وياه. لما الإمام على حمار، هو على فرس، صار جنب الإمام، قال له أليس هذا أعز لكم ولنا؟ مو أحسن إلنا إحنا نكون الأمراء وكذا وإنتون هذا؟ زين الإمام، ولكن لا تحدث الناس بأنك أفضل منا، لا تقول للناس ترى أنت أفضل من بني العباس ودول كذا. قال إن من حدثك بهذا كذب. قال ألست أنت القائل؟ وأنت يعني قال الإمام بلغنا حديث وتكلم عن الغيب، أننا نأخذ سلطان وملكا ويكون عريضا وطويلا وشديدا، إلا شوف بقلبة حوم تمام ما تروح عنه، إلا أننا نصيب منكم دما حرام في شهر حرام في مكان حرام، فبذلك يزول ملكنا. قال بلى، ولكن لم يا أمير تجعله أنت، وقد يصاب غير، مو لزوم أنت. فسكت، لكن بقت هذه تغلي في قلبه، شاف هذا أيضا كلما، فأخذ يضيق على أبي عبد الله. يقول الربيع لطالما دخلت عليه وهو يتحرق يرفع رجلا يضع أخرى يقول قتلني الله إن لم أقتل جعفر أيلحد في سلطاني؟ يقول لي أمرني أن أجيبه، يقول ربما جئت به وهو حافي القدمين مكشوف الرأس، يوقفه بين يديه يسمعه من الشتائم، ها يقول حتى مرة جبتك خلاص الآن قتله، يقول ولكن لما أراد أن يدخل رأيته يحرك شفته ويبتهل إلى الله، فلما دخل عليه قام إليه قال أنت بريء الساحة يا ابن العم، إنهم يكذبون عليك. إجابة، جلس إلى جانبه، أخذ العطر عطرها بالعود، زين، ثم قال له ألك حاجة؟ قال بلى، حاجتي أن تعجل عطاء أهل مكة والمدينة. كان جريمة يجار، شوف عقاب جماعي، ها يأخرون أعطيتهم ويبقى الناس بحاجة. هكذا ولا زال واستمر حتى يوم من الأيام دخل عليه الإمام وهو يقول والله لقد عزمت على أن أخرب المدينة وأقتل أهلها، يعني من أهلها يعني بني هاشم أولاد الحسن، ها أبناء علي بن أبي طالب، هذا اللي عنده خصومة إياهم، ها. فقلت له إني لأرى النصيحة واجبة، قل علي أن أنصحك، إن شئت أخذت وإن شئت تركتها. إن لك أسلاف ثلاثة، أيوب ابتلي فصبار، وسلمان أعطي فشكار، ويوسف أسيء إليه فغفر، فبمن تقتدي؟ قال عفوت، لكن لا ما يعفو. فلا زال يتوسل حتى أمر والي على المدينة أن يدس سما لإمامنا، كأني به يا زهراء في مثل هذا اليوم، وهو مضجعا على فراشي يرفع رجلا ويضع أخرى، يمد يدا ويقبض ثانية، يتغير لونه بين الخضرة والصفر، أين المنادي وإمامه؟
ومع ذلك كان يوجههم للتماسك. تقول حميدة دخل عليها أبو بصير يعزيها في أبي عبد الله، قالت يا أبا بصير لو حضرتنا ورأيت جعفر وقد أغشي عليه، فلما أفاق قال اجمعوا لي كل من بيني وبينه قرابة، فجمعنا إليه قرابته ففتح عينه وأدار عينه فينا وقال لا ينال شفاعتنا مستخف بالصلاة. الله. ثم أغمي عليه أفاق، أمرنا أن نعطي فلان فلان فلان، ومن جملة عمه عبد الله ابن الحسن أعطوه مالا. قالوا أو تأمرنا أن نعطي من حمل عليك بالشفرة يريد قتلك؟ قال بلى لأصل ما أمر الله به أن يوصل، يعني صلوا أرحامكم فإنها تهون الحساب. تقيمي تتسوه، عظم الله لكم الآج. فلما أخذ السم منه ما أخذاه وضعف بدنه، أقبل على ولده الكاظم يوصيه بوصايا، صارت صوايح في المدينة والعرش مال لجل أبو الكاظم حل به الأكوان زلزال. ما جت أرض طيبة وضجت في بك ونوح، كل من على فقده يهل الدمع مسفوح، والكاظم ينادي أبوه بقلب مجروح، ضاعت يا أبويا من بعد عينك هالطفة، ما تنفع الحسرة يا بي إن حيدر ولا الويل. الله يا دهري بدلتني شلون تبديل، صرت بعدك ما عندي محامي ولا كفيل، فقدك يا ابويا يجلب لي هموم وهوى. عظم الله لكم الأجر، أحسن الله لكم العزاء، عرق جبينه وسكن أنينه، صاح به الإمام قل لي يا أبو يشتشتكي لبذلك الروح، قال لي يا عقلي ليش تسأل حال الوداع، يا ابني أنا مسافر وهذا وقت الانزاع، مني تودع ما أظن أبقى العقب هالساع، وسمعوا الوصية يا أهل بيتي ولحدينه، هذا الذي علينا انكتب من رب العوالم، ما واحد إلا وابتلى منا بظالم، وما حد منا يموت بحتف أنف يموت سالم، إما صريع بسام وإما بسيف مذبوح. عظم الله لكم الأجر، قام إمامنا الكاظم وجه أباه إلى القبلة فمد رجله وأسمل يده وغمض عينه، ولا زال يلهج بكتاب الله وآياته، ثم أطبق وفاضت نفسه الطاهرة. أين المنادي وسيدا؟ أين المنادي وإماما؟ أين المنادي وجعفر؟ منبر الهادي تزفر وخاطب ضريحة، صاير الكون مزلزل بضجة وصيحة، ضاقت الدنيا بالمصيبة وهي فسيحة، شالحال لقشر بالخلق صاير شالحال،
قال له الصادق مات ووحش أرض طيبة وما جت له الدنيا وضلت في مصيبة والأملاك كلها لبن فاطم كئيبة كلهم مصايبهم عظيمة تهد الإجبة لكن أين المصيبة لما غسلوا الإمام وجهزوا وحملوا نعشا وجاءوا يطوفوا به وإذا بأنين ينبعث من القبور ومنادية تنادي وهو لدى وجعفر للنداء من جانب الرضا ينادي واسفى على اولادي يا واسفى على اولاد ذايب فادي لجيلهم ذايب فادي كل ساعة قلبي يجرحون القوم للذا ويلي على الصادق قضى بالسم مغدو والكبد منه مقطعة والقلب مفطوع وويلاه وإماما جرعتني يا دهر قصتهم بالقبو والدهر هذه عادته يا خلق ميا كأني بها مدت بصره إلى ولدي المحمول على أعناق الناس قل لي يا ابني يا صادق جيتني مخضر لونك حولك أولادك بالبواجي يندمونك منك يقطعون الرجال لو يرتجونك من رجعتك يا ابني أظن قطعة والآمال لكن يا زهرة غسل وكفين وجهز وشيح أينك عن عزيزك الحسين كأني بها نادت وولده ومذبوحة شفنا اليموت يجيه دفان وتحضر هلي وتفصل أجفان ما شفنا اليموت يظل أريان تلعب عليه الخيل تقبل عزاءنا اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت اللهم بالحسين الوجيه وجده اللهم بجعفر بن محمد يا وجيها عند الله نسألك بجاهك عند الله أن تسأله أن يمن على شيخنا على عزيزنا على رمزنا آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم بالصحة والعافية والرجوع لنا معافا بفرج عاجل له ولجميع المؤمنين اللهم اشفي كل مريض وداوي كل مصاب وجريح وآمن كل خائف ومضطرب ومتحير وأرجع كل مفقود وغريب ومغيب ومنفي ومبعد ومحجوب عن أهل إلى أهله ووطنه سالما اللهم فك قيد أسرانا ومساجيننا اللهم أرهم الروح والراحة والفكاك والخلاص عاجلا يا رب العالمين اللهم ارحم شهداءنا الأبرار علماءنا الربانيين الماضين الأخيار تغمدهم اللهم برحمتك اللهم جماعتي الحاضرين احفظهم فردا فردا ووفقنا وإياهم لما تحب وترضى واجعل خير أعمالنا وأعمالهم خواتيمها وخير أيامنا وأيامهم يوم نلقاك يا رب العالمين المؤسسون تقبل عملهم ضاعف أجرهم أطل أعمارهم لأمواتهم ولأموات الشهداء الصديقين علماء الربانيين أموات الحاضرين أموات المؤمنين من مضى على ولاية سيما المساهمين في هذه الصروح الشريفة للجميع نهدي ثواب الفاتحة والصلوات على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.